بسم الله. بعد الامتحان بتاع الفيزياء بتاع الفصل الثالث للصف 11 متقدم، اتمنى يكون كل الطلاب حلوا كويس وما يكونش فيه غلطات. تعالوا نراجع مع بعض كده الامتحان. اول سؤال بيقول لي: في الشكل متسابقة تلتصق بجدار اسطوانة دوارة في احدى حدائق الالعاب، اي من المخططات الاتية يوضح بشكل صحيح القوى المؤثرة؟ فده كان سؤال في الهيكل ودرسناه، اللي بيأثر عليهم عشان يفضلوا يدوروا في اللعبة دي هو القوة العمودية من الجدار عليهم. فدايما القوة العمودية بتأثر من ظهر الشخص إلى داخل مركز الدائرة. وما إنه بيقول لي تلتصق بالجدار، فمعنى كده إن في قوة وزن، واللي مخليها تلتصق هو قوة الاحتكاك السكوني. فأنه شكل بيوضح القوة المؤثرة؟ أكيد مش ده، القوة العمودية بتبقى للداخل، فمش ده ولا ده ولا ده، هي ده. طيب السؤال التاني بيقول: الرسوم البيانية التالية تعبر عن جسم يتحرك حركة دائرية، أي من الرسوم البيانية تدل على حركة الجسم بسرعة زاوية ثابتة؟ لما بيتحرك بسرعة زاوية ثابتة، فمعنى كده أن الألفا مالها بزيرو، فمعنى كده ان الاي تي مالها بزيرو، فمعنى كده ان الاي كلية هتساوي ايه، والاي تي بزيرو، فجذر اي سي تربيع، يعني هتبقى في نفس، هيبقى ليها نفس مقدار واتجاه الاي سي. فانهي رسمة من دول اللي بتعبر عن كده؟ هي الرسمة الاولى، ان الاي هيكون في اتجاه الاي سي، وهنا هيكون الفي بس، ومش هيبقى فيه مركبة للاي تي، طبعا الاي سي مش بره، ومش هيكون فيه مركبة للاي تي، وكذلك غالبا اخر شكل. طيب يتحرك جسيم بسرعة في في اتجاه عقارب الساعة في دائرة نص قطرها، الخط مش واضح بس تقريبا 1.2، يبقى بيتحرك في دائرة في اتجاه عقارب الساعة، ومدين الار 1.2. عند لحظة معينة يكون مقدار تسارع الجسيم، يعني هو مدين الاي سي اللحظية، او سوري الاي اللحظية، مقدار الاي 25 متر على الثانية تربيع، ويصنع متجه التسارع زاوية سيتا بتساوي 60 مع مين؟ مع متجه الموضع، يعني الاي ديت عاملة زاوية 60 مع الار، الار اللي هو يوصل فوق كده، فعامله زاويه 60 هنا. طيب عايز ايه؟ ما مقدار السرعه؟ فده سؤال برضو حلناه كتير جدا. قلنا بنجيب مقدار السرعه من انهي مركبه للاي، اللي هي الاي سي، والاي سي هنا هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الاي كوزين سيتا، والاي سي اللي هي في تربيع على ار. فلما اضرب 25 كوزين 60 في الار واخد الجذر، تعالوا نطلع الارقام، بتلاتة وين 87، فاللي هي تقريبا 4. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي: في نظام الإحداثيات القطبية للحركة الدائرية، أي من المتجهات على الشكل يمثل المتجه الوحدة المماسي أو التانجنشال؟ فيبقى رقم 1. طيب السؤال اللي بعد كده: متى يمكننا اعتبار أن مركز الكتلة هو مركز الجاذبية أو مركز الثقل للجسم؟ فاتفقنا ان مركز الكتلة هو مركز الثقل لو كانت قوة الجاذبية ثابتة او بتأثر بشكل متساوي على جميع اجزاء الجسم، فساعتها بتكون مركز الكتلة هو مركز الثقل. طيب تنزلق عربة افعوانية في احدى حدائق الالعاب، اي من الاشكال التالية يعبر بشكل صحيح عن اتجاهات كل من الاي تي والاي سي؟ طيب هو الشكل عامل ازاي؟ ان فيه منحنى عامل كده،
العربة والعربة من هنا كده. اللعبة دي عبارة عن ايه؟ اللعبة دي عبارة عن ان العربية بيبقى ليها طاقة هنا بتبدأ تنزل، فبيتحول طاقة الوضع لطاقة حركة، فبتوصل لأقصى سرعة هنا، وبعد كده وهي طالعة ايه اللي بيحصل؟ بتتباطأ، لأن دي مش زي اللعبة الدوارة إن هي بيبقى ليها سرعة ثابتة، ده ديت السرعة عمالة تزيد وتقل على حسب الطاقة الكلية بتاعة الجسم. لو هو نزل فطاقة الوضع بتحول لحركة، لو طلع طاقة الحركة بتحول لطاقة وضع، وبالتالي سرعته بتقل أو بيتباطأ. طيب إيه فايدة الكلام ده؟ إن الجسم هو هنا، فبتكون الـ AT مماسية كده لأن اتجاه السرعة كده، فالـ AT في نفس اتجاه السرعة كان بيتسارع لغاية النقطة دي، والـ AC في اتجاه المركز. طيب لما طلع هنا ايه اللي حصل؟ هو بيلف في حركة دائرية كده، فاتجاه سرعته هنا فين؟ اتجاه سرعته مماسي كده. طب والـ AT لو الجسم بيتباطأ، يعني السرعة كانت عمالة تقل، فالـ AT اتجاهها فين؟ هنا، والـ AC دايما اتجاهها للمركز. فالشكل اللي بيعبر عن اللي احنا بنقوله ده هو الشكل ده، هو طالع هنا ده اتجاه الفي، بس عشان بيتواطأ فالاي تي العكس والاي سي دايما للمركز. هنا الاي تي مش هتبقى في اتجاه الفي لان هو جاي كده، فاتجاه الفي كده، فهو مش بيتسارع وهو طالع فوق، هو بيتواطأ. وكذلك دي مش مظبوطة، وكذلك دي مش مظبوطة. طيب السؤال اللي بعد كده، اعتمادا على تعريف مركز الكتلة، أي من النقاط على الشكل تعتبر مركز الكتلة المجموعة المكونة من 4 كرات متجانسة من نفس المادة؟ فممكن نجيبها باللوجيك كده، إن لو أنا عندي الجسمين دول 4 كيلو والجسمين دول 2 كيلو، فمركز الكتلة للأجسام دي كلها هيكون أقرب لمين؟ هيكون أقرب للاتنين دول، فديت هي النقطة الأقرب ليهم. أو لو عايزين نحلها بالأرقام، هنفرض نقطة هي 0 و0، لو فرضت إن 0 و0 بتاعي هنا وإن المربع بواحد، فالنقطة دي مركز الكتلة بتاعها 0 و0، والنقطة دي الإكس بتاعها ب3 والواي بتاعها ب0، والنقطة دي الإكس بتاعها ب3 والواي ب3، والنقطة دي الإكس بتاعها ب0 والواي ب3، وانا عايز ايه؟ مركز الكتلة. فهيبقى الاكس واحد في الار واحد راحت، سوري، الاكس واحد في الام واحد، والاكس اتنين في الام اتنين، والاكس تلاتة في الام تلاتة، والاكس اربعة ب0 على مجموع الكتل، 2 و2 4 و2 6، فيطلع لي 6 زائد 6 12 على 6 بيساوي 2، فدي كده في اتجاه الاكس. طب وفي اتجاه الواي برضو، دي بصفر دي بصفر، دي 3 في 2 يعني 6 زائد، كلهم بالموجب لان انا الصفر هنا فكله في الاتجاهات الموجبة، وده 3 في 1 3 على مجموعهم اللي هو 6 6 زائد 3 9 9 على 6 اللي هي 1.5. فالنقطة اكس ب2 والواي ب1.5، فهي برضه هيطلع لي النقطة بي. طيب السؤال اللي بعد كده، النقطة F لها موقع محدد بالإحداثيات الديكارتية كما هو موضح في الشكل، كيف نمثلها بالإحداثيات القطبية؟ طيب هي إحداثياتها الديكارتية كام وكام؟ في الإكس سالب 6، في الواي عند هنا في النص يعني ب5، فالآر كان بتساوي ايه؟ جذر سالب 6 تربيع يعني 36 زائد 5 تربيع يعني 25، جذر 36 زائد 25 بيساوي 7.81، والسيتا بتساوي 10 انفرس 5 على 6، وهقول لكم ليه ما خدتش السالب، شفت 10 5 الواي على الاكس، فهتطلع لي الزاوية بحوالي 40. ده في الربع الكام؟
ده في الربع التاني، فالزاوية ديت هي انهي زاوية؟ هي الزاوية دي. فلو عايز زاويتها مع محور اكس الموجب عكس عقارب الساعة هتبقى 180 ناقص الزاوية دي، يبقى 180 ناقص الانسر دي، يبقى الزاوية هتبقى 140.2. طيب هو جايب لي الحاجات بالراديان، احول من درجة الراديان ازاي؟ بضرب في باي على 180، فلما نضرب 140 في باي على 180 هيطلع لي ان هي 2.4 راديان، فهتبقى النقطة. طيب هو الجذر 61 ده اللي هو كام؟ اللي هي 7.8، يبقى جذر 61 و 2.447 راديان. طيب السؤال اللي بعد كده، يمر حزام على دولاب او عجلة كده الحزام لافف على العجلة دي كده. طيب مديني نص قطر العجلة دي 25 متر، وبيقول لي لو سرعة نقطة على الحزام، يعني الحزام ده بيتحرك بسرعة 5 متر على الثانية، عايز ايه؟ عايز السرعة الزاوية للحزام، يعني الحزام ده بيعمل اوميجا عبارة عن ايه؟ فالاوميجا بتساوي ايه؟ بتساوي الفي على الار. هو الحزام ده بيعمل زاوية امتى؟ لما بيلف اللفة دي، فهيبقى ليه نفس نص القطر بتاع الدايرة دي، فالفي بتاعت نقطة على الحزام بخمسة وبتلف في حركة دائرية اللي هي بوينت، حركة دائرية نص قطرها بوينت 25، فخمسة على 25 هتساوي 20 راديان بير سكند. طيب وهو هنا عايزها كمان احدد الاتجاه فين، فهي بتتحرك كده، يعني بتتحرك عكس عقارب الساعة. لو انت استخدمت قاعدة اليد اليمنى خليت ايدك تلف قدامك عكس عقارب الساعة، هتلاقي الابهام بيشير ناحية وشك. ناحية وشك دي اللي هي فين؟ اللي خارج الصفحة. طيب السؤال اللي بعد كده، يتم تشغيل مشغل اسطوانات بتسارع زاوي ثابت، يعني مديني الالفا بتساوي ربع ريفوليوشن بير سكند سكوير مع عدد الدورات التي يدورها المشغل، ومديني الزمن. عدد الدورات اللي هو ايه؟ الدلتا سيتا. ايه قانون الدلتا سيتا؟ عندنا قانون ان الدلتا سيتا بتساوي الاوميجا نوت في التي زائد نص في الفا في تي تربيع. طب انا مش انا دلوقتي معايا الالفا ومعايا التي، بيتم تشغيل مشغل اسطوانات بتسارع زاوي ثابت، يعني سرعته الابتدائيه بصفر، فعدد الدورات اللي بيدورها خلال 8 ثواني هي نص في ربع في 8 تربيع فهتطلع لي. انا معوض هنا بريفوليوشن بير سكند، معوض هنا ريفوليوشن بير سكند سكوير ودي سكند سكوير، فهيطلع لي في الاخر الناتج ب 8 ريفوليوشن، يعني مش هيطلع لي بالراديان لان هو اوريدي مديني دي بالراديان. يا اما لو انتوا حولتوها تضربوا هنا في 2 باي وبعد كده هتقسموا الناتج الاخير على 2 باي هيطلع لكم برضو ب 8. طيب السؤال اللي بعد كده، يوضح الشكل منظرا علويا لطاولة دوارة عليها 3 قطع ملونة متطابقة A و B و C. لو قمنا بتدوير الطاولة ببطء، أي من القوى التالية توفر قوة الجذب المركزية اللازمة لإبقاء القطع في حركة دائرية؟ فزي ما اتفقنا إن اللي بيخليهم ثابتين هو قوة الاحتكاك السكوني ما بينهم وما بين الطاولة. طيب طول المسار A B هو مديني طول المسار، يعني مديني الـ S اللي بتساوي بوينت
7.34 متر، ونص القطر مديهوني 0.56 متر. عايز ايه؟ عايز السيتا. فالاس بتساوي الار في السيتا، فالدلتا سيتا هتساوي الاس على الار، فاقسم 0.734 على 0.56 فهيطلع لي 1.3 راديان. ده هو الجواب الاول. طيب السؤال اللي بعد كده: يدور كوكب المريخ حول محوره من القطب الى القطب بسرعة زاوية، هي مكتوبة بالانجليزي هنا 7.1 × 10^5، ففي 7 هنا ناقصة، فهو مديني الاوميجا بتساوي 7.1 × 10^5 راديان بير سكند، وبيقول لي عايز الزمن اللي بيحتاجه عشان يكمل دورة واحدة، يعني عايز الزمن الدوري. فالأوميجا بتساوي ايه؟ 2 باي، اللي هي دورة، على الزمن اللي هيعمل فيه الدورة دي. فالزمن هيساوي 2 باي على أوميجا، فتو باي على 7.1 × 10^5. طيب الرقم ده هيطلع لي بإيه؟ بالثواني، وأنا عندي النتائج هنا جايبها لي بالأور، فأقسمها على 3600 عشان يديني الناتج بالساعات، فهتطلع أقرب نتيجة هي 24.6. كم درجة تقابل 1 راديان؟ فقلنا لو عايز أحول من 1 راديان لدرجة، فعشان أطير الراديان فبضرب في 180 على باي، ف 180 على باي دي اللي هي بتساوي ايه؟ 57.3. أسئلة يعني بسيطة خالص. طيب يتحرك دولاب دراجة، يعني برضو اللي هو عجلة الدراجة، في حركة دائرية كما هو موضح في الشكل. تسارع الحركة للنقطة B على الطرف الخارجي لدولاب الدراجة بيدهوني بده، فهو مديني المعادلة بتاعت العجلة الكلية 1.73 في اتجاه التانجنشال و3 في اتجاه الار. ايه الزاوية ما بين المتجه A والمتجه R؟ فدي كنا قلناها، لو انا جبت tan inverse، لو انا جبت الزاوية tan inverse، انا عايز الزاوية ما بين مين ومين؟ هو ال A عاملة كده، دي كده ال AT او دي ال V، ودي ال AC، ودي ال A. لو انا عايز الزاوية، سوري، عايز الزاوية ما بين العجلة دي والمتجه R، فهعمل ايه؟ هخلي الاي سي تحت، لان التان بيساوي ايه؟ مقابل على مجاور. فلو انا جبت الاي تي على الاي سي هيطلع لي الزاويه مع المجاور، فهتبقى شفت تان 1.73 على 3. فلو قلت شفت تان 1.73 على 3 تطلع 29.97 أو حوالي 30 درجة. فال30 درجة دي هتكون فين؟ هتكون هنا. الزاوية اللي أنا جبتها ديت هي الزاوية اللي المجاور بتاعها، يعني لو أنا عندي الـ A ديت هي عبارة عن مجموع المتجهين دول، فالمقابل اللي هو الـ AT على المجاور اللي هو AC، فأنا كده جبت الزاوية دي اللي هي ب30 درجة. هي طبعا تبقى مستحيل تبقى 180 أو 150، هي الـ A ده هو مجموع متجهين في مثلث، فمستحيل تبقى الزاوية ما بين الوتر وما بين أحد الضلعين دول أكبر من 90 أصلا، فهي تبقى 30. طيب بعد كده الجزء الكتابي: يرغب مهندس مدني في تصميم طريق منحني بحيث يمكن السيارة التحرك عليه بسرعة محددة دون انزلاق عندما يكون مغطى بالجليد. مغطى بالجليد ديت يعني معناها ايه؟ معناها ان الميو اس بتساوي صفر، يعني مفيش احتكاك، وهو حتى مأكد عليها تحت. فيصمم الطريق بحيث يكون مائلا نحو الجزء الداخلي من المنحنى زي ما في الشكل. يفترض ان السرعة المحددة هي 59 كيلومتر بالأور، فبحولها المتر بير سكند، اقسم على 3.6 فهتطلع
16.4 متر على الثانية، ونص قطر المنحنى الدهوني ب40 متر. فهو عايز اول حاجة ايه؟ ارسم على الشكل متجه يدل على اتجاه القوة المحصلة. فانا هرسم له الشكل كده، ودي السيتا وده الجسم، وزي ما اتفقنا ايه القوة؟ هي الـ FG والـ N، واتفقنا ان في حالة السرعات العالية بتكون الـ FS لتحت. وفين القوة المركزية؟ القوة المركزية بتكون في الاتجاه ده، فبحلل الـ FS هنا تبقى FS، لأن ديت هي السيتا، فـ FS كوزين السيتا، وهنا FS ساين سيتا، وعشان هي دي السيتا فحلل N هنا N كوزين سيتا، وهنا N ساين سيتا. فإيه القوة المحصلة المؤثرة في السيارة؟ القوة المحصلة في اتجاه Y هنا بصفر لأنها متحركش فوق ولا تحت. فالقوة المحصلة اللي بتأثر في السيارة هي القوة اللي في اتجاه مركز الدائرة، اللي هي القوة المركزية، اللي هي بتساوي FS كوزين سيتا زائد N ساين سيتا. فانا كده رسمت له ووضحت له ان القوة المحصلة المؤثرة عليها هتكون في اتجاه المركز. طيب تاني حاجة بيقول بأي زاوية يجب ان يكون المنحنى مائل، يعني عايز السيتا. فالاستنتاج بقى بتاعنا MV تربيع على R، والFS بتساوي ميو S في الN كوزين السيتا زائد الN ساين السيتا. فلو اخدت N مشترك هنا، ومن المعادلة Y ان ال N كوزين سيتا بتساوي ال MG زائد ميو S في N ساين سيتا. لو جبت دي الناحية التانية واخدت ال N مشترك، هيبقى لي كوزين سيتا ناقص ميو S ساين سيتا بتساوي ال MG. طيب ممكن اختصر على نفسي، هنا اصلا ميو اس بصفر، فدي هتبقى ان ساين سيتا، وهنا الميو اس بصفر، فالان هنا هتساوي ايه؟ ام جي على كوزين سيتا. فاقدر اشيل الان دي واحط هنا ام في سكوير على ار، واشيل الان دي واحط ام جي على كوزين سيتا ضرب ساين سيتا، فالام راحت مع الام، فساين على كوزين اللي هي تان سيتا ضرب الجي يساوي في تربيع على ار، هقسم على جي واجيب السيتا ان هي تان انفرس في تربيع على ار في جي. فشفت تان الفي تربيع اللي احنا طلعناها ب16.4 على الار اللي هي 40 في الجي اللي هي 9.81، هيديني الزاوية ب34.4 درجة. طيب في مسابقة رمي الكورس يبدأ الرامي بالدوران من السكون في مسار دائري، يعني مديني الأوميجا نوت بتساوي الفي نوت بتساوي زيرو نص قطره، فمديني نص قطر المسار الدائري بوينت 95 متر. فيتسارع الكورس الى ان تصل سرعته الزاوية، فمديني الاوميجا النهائية 5.2 راديان بير سكند. واثناء ذلك يدور 1.25، الدلتا سيتا بتساوي 1.25 ريفوليوشن، يعني هنضربها في 2 باي عشان احولها لراديان. طيب افترض ثبات التسارع الزاوي، يعني التسارع الزاوي او العجلة الزاوية ثابتة، فيجي في دماغي على طول القوانين بتاعت العجلة الثابتة. عايز ايه؟ عايز التسارع الزاوي. طب التسارع الزاوي يساوي ايه؟ عندي قانون ان الأوميجا النهائية تربيع بيساوي الابتدائية تربيع زائد الاتنين في الالفا في الدلتا سيتا. فالنهائية بتساوي 5.2 تربيع بتساوي الابتدائية زيرو زائد الاتنين في الألفا اللي أنا عايزها في الدلتا سيتا اللي هي 1.25 في
2 باي. فاجيب الالفا ازاي؟ هقسم 5.2 تربيع على 2 في 1.25 في 2 باي، فالالفا ب1.72 راديان بير سكند سكوير. اوجد الفترة الزمنية التي يستغرقها رامي الكورس في الدوران قبل تحرير الكورس، يعني عايز التي. فانا عندي قانون ان الالفا اللي انا جبتها دي بتساوي الاوميجا النهائية ناقص الابتدائية اللي هي بزيرو على التي، فالتي هتساوي على دي. هتساوي حوالي 3 ثواني. احسب مقدار العجلة او التسارع الممسية للكورس. طيب العجلة الممسية بتساوي ايه؟ الـ AT بيساوي الـ R في الألفا. هو مديني الـ R 0.95 وانا طلعت الألفا 1.72، فيطلع لي 1.65 بوحدة المتر بير سكند سكوير. طيب يبين الشكل دولاب دوار نص قطره، فمديني الار بتساوي 10 متر. يتحرك الدولاب في مسار دائري رأسي بسرعة ثابتة، مديني الفي ثابتة بتلاتة متر على الثانية. احسب القوة العمودية اللي بيأثر بها المقعد على طفل، مديني كتلته عند أخفض نقطة للدولاب عند الموقع إيه؟ يعني عند النقطة دي. اتفقنا إن في اللعبة الدوارة ديت بيكون القوة العمودية دايما فين؟ لأعلى. عند أي نقطة هي الأعلى؟ طيب فهنا القوة اللي بتأثر على الجسم هي الإف جي لتحت والإن لفوق. وحصلت القوة بتساوي صفر؟ لأ، وحصلت القوة بتساوي القوة المركزية. فاللي في اتجاه القوة المركزية هو الموجب، واللي عكس اتجاه القوة المركزية هو السالب. فالاف سي بتساوي الان ناقص الاف جي، فالان هنا هتساوي الاف سي زائد الاف جي، يعني ام في الفي تربيع على ار زائد الام في الجي. فلو اخدت الام عامل مشترك اللي هي 36 في في تربيع اللي هي 9 على الار اللي هي 10 زائد الجي اللي هي 9.8 هيديني 385.2 نيوتن. طيب 3 كرات من الرخام في المستوى اكس وواي، ومديني كتلة كل واحدة والاحداثي بتاع المركز بتاعها. اوجد متجه الموضع لمركز الكتلة. فالمتجه الاكس المركز الكتلة هيساوي ايه؟ الاكس واحد اللي هي 1.5، هو مديني الاكس واحد دي او الار واحد هي عبارة عن 1.5 في اتجاه اكس، معنى كده ان هي 0 في اتجاه واي. والار 2 هي 2.5 في اتجاه اكس، يعني 0 في اتجاه الواي. والار 3 هي 3 في اتجاه الواي، يعني 0 في اتجاه الاكس و3 في الواي. فالاكس هيساوي الاكس واحد في الام واحد زائد الاكس اتنين في الام اتنين والاكس تلاتة بصفر على مجموع الكتل 1.5 و1.5 و3، يبقى 6. فيبقى 1.5 في 1.5 زائد 2.5 في 1.5 على 6 يساوي 1. والواي يساوي الواي 1 بزيرو والواي 2 بزيرو والواي 3 في الام 3 على مجموعهم، ف9 على 6 اللي هي 1.5. فمتجه مركز الكتلة 1 و1.5.
طيب السؤال اللي بعد كده، تتحرك سيارة بسرعة ثابتة، فبيقول لي ان الفي ثابت في اتجاه عقارب الساعة، يعني بتلف كده حول مسار دائري نص قطره 180 متر على طريق أفقي كما هو موضح في المنظر العلوي المبين في الشكل، تكمل السيارة دورة واحدة خلال 75 سكند. يعني أقدر أقول إن الأوميجا هي عبارة عن 2 باي على 75 ثانية. طيب هو عايز إيه؟ حدد بقاسهم على الشكل كل من الآتي: اتجاه سرعة السيارة في الموقع إيه؟ الموقع إيه اللي هو هنا؟ يعني عند النقطة دي اتجاه السرعة دايما بيبقى مماسي. طيب واتجاه عجلة أو تسارع السيارة إيه في الموقع بي؟ يعني لما كانت عند النقطة بي هنا، فاتجاه العجلة فين؟ اتجاه العجلة ده قلنا إن هي ليها عجلة مماسية وعجلة مركزية. طيب لما بتتحرك بسرعة ثابتة، فنفهم من كده إن الأوميجا ثابتة. ليه؟ لأن الـ V بتساوي الـ R في الأوميجا، والـ R في المسار الدائري ثابتة، فالأوميجا اللي بتتحرك بيها ثابتة، وبالتالي الألفا بزيرو، وبالتالي الـ AT بزيرو. فمعنى كده إن اتجاه العجلة الكلية هيكون في نفس اتجاه العجلة المركزية عند النقطة دي، فالعجلة الكلية هيكون اتجاهها هنا. طيب ما مقدار العجلة الممسية؟ جه سألني عنها تاني، اللي هو بيقول لي خد بالك يعني لو انت مش اخد بالك ان في المطلوب الاول مفيش اي تي. فمقدار العجلة الممسية بكام؟ بزيرو. ليه؟ لان الاوميجا بتساوي زيرو. ليه؟ لان الفي بتساوي الار في الاوميجا، والفي ثابتة والار ثابتة، فتبقى الاوميجا ثابتة. فطالما مفيش تغير في الاوميجا يبقى مفيش عجلة زاوية، وبالتالي مفيش عجلة مماسية. احسب مقدار سرعة السيارة. طيب الـ AC مقدار سرعة السيارة هو عايز الـ V ومديني الأوميجا والـ R، فالـ V بتساوي الـ R في الأوميجا، يعني 180 في 2 باي على 75 هيديني 15.1 متر على الثانية. طيب آخر مطلوب، أوجد مقدار عجلة السيارة. فاتفقنا إن مقدار العجلة هيساوي مقدار العجلة AC، والAC بتساوي إيه؟ اللي هي V تربيع على R، الـ V لسه جايبينها، أو لو عايزين تجيبوها أوميجا تربيع في R، الاتنين واحد. 15.1 تربيع على الـ R اللي هي 180، فالعجلة هتساوي 15.1 تربيع على 180 بتساوي 1.27 متر على ثانية تربيع. فالامتحان من وجهة نظري سهل وبسيط، ما فيهوش أي مشكلة، عايز بس تركيز بسيط في حاجات معينة. أتمنى يكون الكل حل كويس إن شاء الله، وأشوفكم على خير السنة الجاية بإذن الله. مع السلامة.